إذا وضعت دواء دهن على الرأس مستخلصا من الفازلين وأمور أخرى ثم أتوضأ، لا بأس، لا بأس بذلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد شعره يوم 25 من ذي القعدة، والتلبيد ضم الشعر بعضه إلى بعض بشيء يشبه اللباد في الحج، وبقي على ذلك إلى 10 من ذي الحجة، وكان مع ذلك يتوضأ عليه صلوات الله وسلامه.